de la lutte contre le tabac. Et puis il y a la présence des collègues du comité de résister, on développe chez soi pour diminuer l'intensité. قد أظهرت البيانات المستمدة من الاستطلاعات التي أجرتها وزارة الصحة أن انتشار استهلاك التبغ المخصص للتدخين بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و14 سنة أو 18 و14 عام بلغ سنة 2017 16.2%، وبالنسبة للشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 13 و15 عام بلغ عام 2013 8.8%.